عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان لا يتكل على الأسباب، يتوكل على الله ويفعل السبب، ويعرف أن السبب قد يبطل ولا ينفذ الذي جعل هذا سببا له، لأن مسبب الأسباب هو الذي يمضيها وهو الذي يوقفها سبحانه. فيجب أن الإنسان يعني يتحقق من توكله على الله عز وجل، حينئذ حتى الأسباب التي تؤذي تقلب. فانظر إلى توكل إبراهيم عليه السلام على ربه لما قذف في نار هم يحتمون منها، يلقونه بالمنجنيق من بعدها حتى يبتعدون عنها من شدتها ومن كثير ما أشعلوه من النيران. فانظر إلى توكله كيف عطل هذا السبب المادي وقلبت روضة وكانت بردا وسلاما على إبراهيم. إذن نراجع نحن توكلنا على الله عز وجل، لأن كثيرا من يتعلق بالسبب ينسى المسبب، ينسى ربه، ولا يتحقق في توكله على الله عز وجل، ولذلك لا ينفعه السبب. وإنما السبب ينفع إذا كان توكلك على الله عز وجل تاما، نفع الله بالسبب، هذا لا بد منه. هذا من ناحية التوكل. ثم الأمر الآخر أن الإنسان يتهم نفسه، لعلي مقصر، لعلي كذا، لعلي كذا، ما هو بيكمل كل ما أوجبه الله عز وجل عليه. ثم الأمر الآخر، الله عز وجل يبتلي العباد، يبتليهم بما يبتليهم لرفع درجاتهم إذا صبروا، ويكون ابتلاءه خير لهم من الشفاء.